يا اهلا وسهلا باجمل متابعي شركتنا، شركه مجمع الشامل. يوم جديد ومنتجات جميله وجديده، فرعنا بخميس مشيط بحي الخالديه. راح نبدا اليوم تغطيتنا مع قسم المنظمات. متوفره عندنا تشكيله واسعه من منظمات الترتيب والتنظيم، اسهل مع شركتنا شركه مجمع الشامل. متوفره عندنا تشكيله واسعه من منظمات الارفف، منظمات للملابس، للمطبخ، للثلاجه، وعده الوان واشكال مختلفه. وراح تاخذ سعر المغلف. عندنا القطعه الكبيره راح تاخذوا قطعه واحده بخمس ريال وخمسة وسبعين هلله، اما القطعه الصغيره راح تاخذوا قطعتين بخمس ريال وخمسة وسبعين هلله. وبعد توفرت عندنا هذه التشكيله الحلوه علب حافظه للفطاير او البيتزا، وبتشكيله واسعه وبسعر خمس ريال وخمسة وسبعين هللة للمغلف. شوفوا معي كمية الجمال والكياتة في العلب الحافظة هذه، بعدة ألوان مختلفة، مرة جميلة للصوصات، وبعد لللانش بوكس مرة رهيبة. راح تاخذ المغلف بأربع ألوان مختلفة وبسعر خمس ريال وخمسة وسبعين هللة. بعد ممكن نستخدمها قواعد للكيك، للحلويات، وبعد الأرفف التخزين، وطاولة للرحلات. عندنا الشكل الدائري وبعد الشكل المستطيل من أرفف التخزين، وبسعر خمس ريال وخمسة وسبعين هللة للقطعة. ناخذ جولة على القسم الراقي. توفرت عندنا هذه الصناديق الزجاجية، مرة جميلة للإكسسوارات. متوفر منا اللونين البيج وبعد الأسود، وبالشكل المستطيل والمربع، وأسعارها تتراوح ما بين 10 إلى 15 ريال. ومن قسم صواني البايروكس، توفرت عندنا تشكيلة واسعة من صواني البايروكس بأشكال مختلفة وبالسعر ولا أروع، أسعارها تتراوح ما بين 7 ريال إلى 11 ريال. أشكال لطيفة وبعدة ألوان مختلفة. توفرت عندنا هذه التشكيلة الحلوة من الطاولات البلاستيك، طاولات أرضية، وبسعر 13 ريال فقط للقطعة. البنوتات الحلوة، توفرت عندنا هذه التشكيلة اللطيفة من الشنط بعدة أشكال وألوان مختلفة، موجودة في الدور الثاني، وبسعر 5 ريال 75 هللة للقطعة. أحلى زهرة يا فراشي زهرة تلبق للشارع على شارع تشكيلي، يا فراشي نقيلي زهرة تلبق للشارع على شارع تشكيلي. جديدنا مستمر على أطباق السيراميك. توفر عندنا هذه التشكيلة الحلوة باللونين السماوي والبيج، وبعدة مقاسات مختلفة من الصحون، وأيضا بشكلين مختلفين من الزبديات. عندنا هذا الشكل والشكل هذا، وبسعر 5 ريال 75 هللة للمغلف. أما الزبديات هذه الصغيرة راح تاخذ المغلف في قطعتين ب 5 ريال 75 هللة. مقاسين مختلفين من الصحون، وبعد مقاسين مختلفين من الزبديات، ورح تاخذ سعر كل قطعة بخمس ريال وخمسة وسبعين هللة. توفر عندنا اللون العشبي وبعد اللون الأخضر. شوفوا جمال وروعة اللون، ونفس المقاسات، مقاسين مختلفين من الصحون، وبعد عندنا الزبديات شكلين مقاسين مختلفين، وبسعر خمس ريال وخمسة وسبعين هللة للقطعة. ومعايا جمال وروعة التفاصيل والألوان، اللون البيج وبعد البينك، مقاسات مختلفة من الصحون، ومقاس واحد من الزبديات، مرة شكلها رهيب، وبسعر 5 ريال 75 هللة. اليوم دلعناكم على الآخر، وصلت تشكيلة واسعة من الصحون وأطباق السيراميك. الجميلة اللي عليها متوفر عندنا الشكل البيضاوي، أيضا الشكل المستطيل، وبعد الشكل المربع. شوفوا معي المستطيل، متوفر منا مقاسين المغلف ما بين أربع قطع إلى ثلاث قطع، مرة جميلة، عروض ما تتفوت، وبسعر خمس ريال وخمسة وسبعين هللة للمغلف.
وتوفرتنا مع الاكسسوارات والتشكيلة الجميلة اللي وصلتنا من اكسسوارات الشعر، توفرت بعدة اشكال والوان مختلفة. بعد توفرت عندنا تشكيلة واسعة من الأساور مع خواتم بثلاث ألوان مختلفة، عندنا تشكيلة من الخلاخل وبعد الخراصين، توفرت بأشكال مختلفة وبعدة ألوان، ورح تأخذ المغلف ما بين ريالين إلى 5.75 ريال هللة. ومن جديدنا في الدور الثاني في قسم الملابس المخفضة، توفرت عندنا تشكيلة من الفساتين الصيفية للبنوتات الحلوات بأشكال وألوان مختلفة وبسعر 5.75 ريال هللة للقطعة. قسم السعادة، توفرت عندنا تشكيلة واسعة من رقائق الذرة ورقائق الشوكليت وبعد حلقات الفواكه، راح تاخذ سعر كل مغلف 5.75 ريال هللة.